يلا. الإضاءة كده كويسة؟ اه ماشي اتفضل. أهلا وسهلا بيك. أنا عايز أتكلم النهاردة وأحكي لك عن الشخصية المستقلة وعن اولا تكريم الدكتور اشرف زكي ده شرف لينا كلنا وتشريف لينا كلنا، ويعني الدكتور اشرف اتكرم في مهرجان جرش، وقد ايه الناس الدول العربيه او الوطن العربي كله كان بيحتفي بنقيبنا بصفته كنقيب وبشخصه كدكتور اشرف زكي المخرج الكبير والاستاذ والفنان. دكتور اشرف زكي يعني اخونا واخونا الاصغر، واي تكريم لي حقيقي ده تشريف لينا كلنا، وهو ابن المسرح وابن الاكاديميه واستاذ الاكاديميه والنقيب بتاعنا، يعني هو بجد شرف لينا كلنا تكريمه. يعني الايه؟ اولا احنا مش اول مره نطلع الاردن، مش اول مره نطلع مهرجان بعرض فريده، احنا طلعنا مهرجانات ثانيه وطلعنا اوروبا وطلعنا الاردن كذا مره وعرضنا في مهرجانات كتيره. يعني استقبال الناس للعرض استقبال هايل جدا جدا جدا، فوق الخيال، فوق ما انا كنت متخيله. انا الحقيقه ما كنتش متخيله كده ان الناس تستقبلني كعرض مونودراما، ممثل واحد الناس تستقبلنا بهذا التصفيق وبالحرارة دي، فده بالنسبة لي كان حاجة كبيرة قوي قوي قوي، أنا بعتز وبفتخر بيها. يعني الحمد لله الحمد لله. وعرض فريدة يعني مشرف المسرح المصري في مصر وبره مصر. ربنا يسهل إن شاء الله، لما تبقى موجودة هقول كل حاجة.